نذهب إلى أحمد حسين في القاهرة. أحمد، ما الذي تقوله القاهرة عن سير التفاوض وكذلك عن جولة منسق شؤون الشرق الأوسط في البيت الأبيض؟ نعم أحمد، هناك تحركات متعددة تخوضها القاهرة خلال يوم أمس وأيضا خلال هذا اليوم. في يوم أمس وفد أمني مصري شارك في اجتماعات عقدت بالدوحة مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري وأيضا مع مدير وكالة المخابرات الأمريكية الذي تواجد في الدوحة. ووفقا لما علمناه فإن هذا الوفد الأمني المصري أيضا التقى قيادات من حركة حماس وبحث معهم مختلف الجوانب المتعلقة بخطة الرئيس الأمريكي جو بايدن والمطروحة أمام حماس الآن في هذه الأيام. القاهرة أيضا استقبلت وفدا من حركة الجهاد الإسلامي ترأسه الأمين العام للحركة زياد النخالة، وأيضا وفدا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ترأس هذا الوفد نائب الأمين العام جميل مزهر. هذه الوفود تواجدت في القاهرة بدعوة مصرية لتنسيق مواقف الفصائل الفلسطينية، فصائل المقاومة في قطاع غزة، وتوحيد المواقف تجاه الصفقة المطروحة أمام حماس في الوقت الحالي. القاهرة أيضا وجهت دعوة لوفد حركة حماس لزيارة القاهرة، ونقلت وسائل إعلام محلية اليوم عن مصدر رفيع المستوى تصريحات تفيد بأن القاهرة تلقت حتى هذه اللحظة أنباء إيجابية من حركة حماس وأنها معنية بالخوض مجددا في هذه المفاوضات والوصول إلى وقف لإطلاق النار، وأن حماس ستسلم القاهرة بصفتها وسيطا رئيسيا في هذه المباحثات ردا رسميا خلال أيام وفقا لهذا المصدر. على الجانب الآخر وفي سياق موازن لتحركات القاهرة للدفع بصفقة الرهائن للمضي قدما، وصل أيضا إلى القاهرة مساء أمس منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكجورك، والتقى صباح هذا اليوم وهي اللقاءات الرسمية التي أعلن عنها. التقى وزير الدفاع المصري وأيضا التقى وزير الخارجية المصري. زيارة ماكجورك تركز بشكل أساسي كما علمنا على حلحلة الموقف المتعلق بمعبر رفح وبحث المطالب المصرية المرتبطة بإعادة التعامل وفتح المعبر من الجهة المصرية، والتي كانت مصر قدمتها الأسبوع الماضي إلى وفد إسرائيلي أمريكي مشترك. القاهرة تقول إنها تريد إنفاذ ما لا يقل عن 350 شاحنة يوميا، وأن تتعامل على الجهة الفلسطينية مع إدارة فلسطينية للمعبر حتى ولو كان ذلك بإشراف أممي أو إشراف أوروبي. من المرجح أيضا أن ماكجورك ناقش مع وزير الدفاع المصري وعدد من قيادات القوات المسلحة المصرية التطورات الأمنية المرتبطة بالحدود مع قطاع غزة وما شابهها من تطورات أو توترات مع الجانب الإسرائيلي أدى إلى استشهاد جندي مصري وتواجد الآليات العسكرية على محور فيلادلفيا والمنطقة دال. في لقائه مع وزير الخارجية المصري كرر سامح شكري مجددا دعوة مصر لإسرائيل وحماس للقبول بهذه الصفقة، وأيضا دعا إسرائيل لاحترام القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن والمتعلقة بفتح جميع المعابر وإنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية. من القاهرة مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين، شكرا جزيلا لك أحمد.